مبسوطة اني معاكم ويا رب تقبلوني بشكلي ده. أيمن نور الدين يكشف سر حلقة شيرين في أول ظهور بعد طلاقها. بس انتوا عارفين أنا كده فقت. أهلا بكل المتابعين والمشاهدين على قناة أنا وهي والنجوم في فيديو جديد. أطلت شيرين عبد الوهاب على جمهورها بعد غياب، إلا أنها اعتلت المسرح حليقة الرأس، ما أشعل موجة من التصفيق بين الجمهور الذي أتى للقائها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. حالة من الجدل أثرتها الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي بين محبيها بعد ظهورها حليقة الرأس وتخليها عن شعرها بصورة كاملة وقيامها بإحياء حفلها الغنائي الأول بعد الانفصال، متمنية أن يقبلها الجمهور على هيئتها الجديدة. وبين معتقد أن شيرين هي من قامت بحلق شعرها لمرورها بحالة اكتئاب بسبب انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب وتعليقات وأنباء تشير إلى أن طليقها هو من فعل ذلك قبل انفصالهما. خرجت شيرين لتنفي ما تردد عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وكتبت شيرين: ليه ما يكونش لوك جديد؟ ليه ما يكونش تغيير؟ ليه ما يكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضت السيء والأسوأ وظلمت شخص بريء وظلمتوني؟ أنا قوية بيكو، بس ما حبش حبكو ليا يخليكو ما تشوفوش الحقائق أو تكونوا ظالمين. وفي حسم الجدل خرج الصحفي أيمن نور الدين قائلا: خد المعلومة الأكيدة دي، شيرين هي اللي حلقت شعرها بملء إرادتها بسبب حالتها النفسية اللي بتمر بيها. شيرين حلقت شعرها من قبل ما يتم طلاقها مش من بعد طلاقها. ليس صحيحا أن حسام هو اللي حلق لها شعرها، الكلام ده كذب. ليس صحيحا أن حسام كتفها ومضاها على فلوس بالعافية، الكلام ده كذب. قولوا في حسام كل المصايب والبلاوي، ما عنديش مشكلة، لكن حسام ما حلقش شعرها. وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد أعلنت مؤخرا أن شيرين وزوجها حسام حبيب انفصل بالفعل، لتثير جدلا واسعا قبل أن تخرج شيرين عن صمتها وتؤكد الانفصال وفق روسيا اليوم. وطلبت الفنانة المصرية بعد ذلك الصحافة والإعلام باحترام خصوصيتها، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية. بكده انتهى فيديو النهاردة، أتمنى الفيديو يكون عجبكم. تنسوش لأول مرة بتشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم لايك وكومنت وشير.